المرتبة الثالثة من مراتب الدين معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. دينين ده مرتبة المدامة مرتبة نبي أرجوك إنذار. نسأل عنه في القبر. نمور القبر توجم دام بواجه. من هو؟ أنا أدهم الله. هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله. عبد الله يرحمه جناه. ابن عبد المطلب. عبد المطلب يرحمه جناه. عبد الله يرحمه. ابن هاشم. هاشم يرحمه جناه. وهاشم من قريش. هاشم قريش ومشدناه. وقريش من العرب. قريش عربي اللي بتبعنا. والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. عربي اللي بتبعنا. إسماعيل اللي بيرسل ده تلام بريان. ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إسماعيل اللي بيعبدنا. إبراهيم اللي بيرد مجد ما. له من العمر 63 سنة. أربعين من ذوي السبعة يعني بواجه الجيبي كذا. 40 قبل النبوة. 40 ذوي السبعة بواجه المنبر لا كلام. 23 نبيا ورسولا. 20 من ذوي اللهم نبي ورسول ما يجيبي. هو نبي ورسول. هذا النبي ما ورسول ما. إلى ماذا يدعو؟ يندريك النبي شنو كذا؟ يدعو للتوحيد. توحيد ذيك شنو؟ ويحذر وينذر عن الشرك. شرك للنجاة. تأكيد جيد ذي. إلى من بعث؟ عارديك النبي كبرت. إلى الثقلين الجن والإنس. إنس جن يندري رندي بفلت ذيك النبي كبرت. ما معنى هذا؟ أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر خالد مخلد خلود أبدي في النار يهودي نصراني مجوسي بوذي من كان أدواء إنجل بواجن بندو بندو آب بواجن شنيتسو بندو أرنجا يدوك منشل لغتنطو أبرا دنجيجل شرطل لنجيل بشو سنشرطل لنجيل أبر مدى برطران كافران مثل يدو مدى سيجل شالم شري أكمل الله به الدين لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين الله شيئا പ്രവാചകനോട് കൂടി അല്ലാഹു തആല ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി ആ മതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒരാൾക്കും അനുവാദമില്ല. മാ തറക ശൈഅൻ യുഖർബ് ഇലാ അല്ലാഹ് ഇല്ലാ അമറ ബി വഅദമ മാ അമറ ബി തൗഹീദ്. അല്ലാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ അത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല. പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് തൗഹീദാണ്. വലം യത്രക് ശൈഅൻ യുബ്ഇദ് അൻ അല്ലാഹ് ഇല്ലാ വനാ അൻഹു വഅദമ മാ നഹ അൻഹു ശിർക്. റബ്ബിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ നിമിത്തമാകുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും പ്രവാചകൻ നമ്മോട് താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ولد بمكة وهاجر المدينة ودفن بالمدينة عليه الصلاة والسلام ومات بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق وما الحق البشر. فواجه صلى الله عليه وسلم مكة الجريتش مدينة كهجرة بوي مدينة تنيا يعني فواجه مرمانة بطده فواجه مرسل بطده ومرسل تنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم. فواجه ربهم في الفردوس الأعلى يريمت شغلان الله هو اللهم توفيقنا لقد تجد من البارتك.